have that particular cornerstone. Connery, Sylvester Stallone, and Woody Harrelson. And along the way, Wesley's established his own credentials as a bona fide action hero. But when we come back, we'll find out how Wesley went from leading man to leading lady. I've played a role like this one before on Broadway, so it wasn't too far, too much of an artistic stretch. Jake, Anna, and Brian were inseparable. Now the three best friends find themselves in a complicated love triangle. Guess what happens then? Three of us hanging together again. For you. Hello, boys. Religion must be more fun. That's my declaration. Let's make religion fun. Behind the scenes, keeping the faith. Monday night at 6:30 on the Hollywood Channel. Ian? Room service. Food. Like food? Morning, Ross. Morning, sir. Thanks much. Oh, Mr. Dollar? أهلا وسهلا. كل مهلي. ما عمل لك فود؟ عفوا مسي الباب ما بيفتح من برا بيفتح من عندك. يا رجل مفكر حالي بالمكتب. قديش بلحق أنا دوب؟ 2800 ليرة. إيه مو على عيني؟ تحب تدفع كاش ولا توقيع؟ لا بسيطة هلا بدفع لك اياهم ما بحط على اليدين بنوب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ تفضل. تفضل. اهلا وسهلا فيك. حطهم جوا عندك.
يا ماما ماما اجا عمورة لا انت مغضوب شي خير كيف حالك؟ شرني برتاح شو قاعد بقلب رودات مبسوط ايه لك شو لسه ما اجى مفا؟ مفا اجى وراح خير لوين راح؟ رجع عشان لك لا كنت ناوي ابعت معه هالاغراض مشان ياخذهم عامر ووصلهم لاهلي ايش وينو عامر؟ صحيح لسه انت ما تريد راح عشان من يومين هي لا بيخبر لا بيودع لا بيسلم لا الصراحه انا ودعني وامني انه سلم عليه لك ابو الخير؟ ايه يعني برايك لك حاجتك جنان يا نسيب لو واحد تحت ايده 300 ألف دولار معقولة ينتظر شهر ونص بعد موت إجابة؟ وشو عرفه؟ بركي عم يخطط؟ لك هاد نتفة ولد لا خرجي خطط ولا خرجي بطيخ كل القصة وما فيها طلعت معدلات الجامعة من يومين بالشام فسافر لحتى يشوف بركي بيطلع له شي معهد أو كلية على كلين إذا كان معه هذا المبلغ اللي عم تحكي عنه فأول على آخر رح يبين وساعتها لكل حديث حديث بقى شيني من هالقصة الله يرضى عليك على كل الحبيبي أنا مستعجل هلأ رح أترك عندك الأغراض وبس يجي موفق قل له بيسلم عليك أبو الخير وياريت تعطيهن لعامر مشان يوصلهن لأهلي وكتر خيرك بتأمر أمر أبو الخير على راسي أنت وموفق وأبو العوامر كمان تسلم لي يا روح على كل قبل ما أمشي حتى لا أنسى أنا تركت الورشة وصار شغلي بالمينا فإذا عاوزني بتنزل لعندي على المينا باي باي روح الله معك يلا تعاكلوا ولا بيبرد الاكل بدي افهم لشو هالمحترم ما شفتني عم بطبخ لك امي بلا شفتي بس ما ملقى لكم من المدترة معدي الله يخلي لي اياكي عدي بي ولا قل لك اسلموا ميادة هنا لا حبيبي انت تعبان فيه مشان توزعه ما رح اخذ خلص الله كافيها انا عم لك هدية اذا مو من شارك مشان بسمع شرفت؟ ايه الحمد لله بابا اشتغلت وتوفقت وانت اللي قرشين حلوين بثلاث اربع شهور؟ ايه بابا الحمد لله كان الشغل كتير كتير منيح بابا اذا لازمك مصاري الحمد لله صار معي ولكبني انا ما بدي مصاري المصاري مو مشكلتي معك طيب والله يا ابي حيرتني يعني شو المشكلة؟ يعني والله العظيم وضعي ما له أسوأ من وضع عادل عادل خبرنا قبل ما يسافر قال لوين وليش ما عش هيك مثل الزهران طيب بابا هي يعني الحمد لله رحت اشتغلت وجبت معي مصاري عم قل لك المصاري مو مشكلتي معك لكن شو المشكلة؟ طيب ما بدي أفهم تصرفك هو المشكلة تركك انت وروحتك على بيروت تصرفك اللي بيقول انه نحن ما عندنا اهلك كلها عندنا عيلة واحدة المشكلة قلقنا عليك وخوفنا وسهرنا دموع امك ومرضي هدول المشكلة لا تقلي مصاري ولا تقلي اشتغلت يلعن ام الشرك ويلعن ام المصاري كل مصاري العالم بدك خوف عليك ما بيساوي نكره واحدة بعدك بنيك تبقى هون تدرس الدمع يوم وصيب الإبادة بس يا حيف عليك يا حيف
شو طبختي لنا؟ مجدرة. سكبي لي صحن بعتي لي اياه لجوا. كان لوين بدك تروح؟ ما بدي افهم. ما قلت لك هذا اللي حسبت حسابه؟ رايح استاجر بيت. خلي ابو منصور ينبسط. لا بيعجبه العجب. شو رجع على بيروت؟ لا. قال بده يستاجر بيت هون. شو بده يعيشنا على كيفه يعني؟ خليه يروح بيعوض. هلا انت ليش هيك عملته للصبي؟ كان جاي يستسمح منك ويرجع يعيش عنا، مو قلت لي انك مشتاق له؟ بس هيك بدي اشتري لك صيدليه. لؤي حبيبي شبنا وحده وحده. لا حبيبتي مو وحده وحده، اول ما تزبط هاي العمليه الجديده لك فورا صيدليه وبقلب البلد كمان. انا لسه ما تخرجت وقدامي خدمه ريف، وانت يا دوبك طالع من غوصه البيت، يعني لشو العجله؟ شوي شوي، يواش يواش، ما في شيء مستعجل. شو عليه نشتريها ونتركها لحتى تخلصي خدمه ريف؟ لؤي شو صايبك فجاه صار بدك كل شيء؟ بالنسبة إلي أنت كل شيء. لا عن جد لؤي، يعني نشكر الله إنه مكتبك مشي الحال وخلصنا، يعني خلينا، بقصد خليك أنت هيك لؤي. السرعة يا لؤي بتجيب أغلاط كتير وأنت مالك قدها. قصدك الغاية تبرر الوسيلة؟ تعرفيني لك ميادة، أنا بعيد عن هالمبدأ تماما، بس ما دام في فرص وبدها سرعة معينة بيصير لازم استغلها. أنا السروي مو بعيني، الله وكيلك مو بعيني، بس شايفي أنت كيف الحياة صايرة. إذا ما معك مصاري ما حدا بقيمك من أرضك. بقصد يعني إنه المصاري بتعمل علاقات وبتجيب الاحترام. قصدك الاحترام المزيف المصلحجي؟ أنا عم بحكي عن الاحترام بالسوق بالدوائر، هدول ما بيفهموا غير بالعملة والمظاهر. أنا والله مو ضد، أنت شو مفكرني أنا ما بعرف البلد كيف ماشي؟ بس بقصد المستعجل دائما بيغلط أكتر. هلأ أنا مستعجل؟ إيه طلعي على غيري بينام مفلس بفيق مليونير. أكيد بيكون في شي غلط. مو دائما، حسب القوانين وحسب الذكاء وحسب العرض والطلب، حسب كتير شغلات، مو ضروري يكون الواحد غلطان. الفرصة لما بتجي وما بنستغلها في حدا غيرنا رح يستغلها. وبعدين معك، هلأ نحن جايين نتسيرن ولا نفتح هيك أحاديث؟ معك حق، خلص رح أطوي هالسيري. سياحي وغير سياحي مو بيكون بيت كويس يعني. طيب يعني قديش بدك اياها المساحة؟ كم غرفة؟ أنا طابي بتحب الكسوة هيك تكون ديلوكس فخمة يعني، ولا بتحبها هيك عادية؟ أنت شو في عندك؟ أنت شو طلبك أستاذ؟ أنا طلبي يعني مو أكتر من غرفتين ثلاثة يكون فرشون ديلوكس. مع تليفون؟ إيه مع تليفون. يا سيدي طلبك موجود عندي. إيه بس الجماعة طالبين 15 ألف ليرة بالشهر.
هي مو مشكله المصاري، انا ما حكيت معك يعني بموضوع المصاري. البيت صاير هون قريب هيك حاره، بيت هون لقدام شوي، طابق تاني بياخذ العقل، غرفتين وصالون، غاز جديد، فرش ممتاز، مكيف، في مكيف حامي بارد على كيفك، وفي غساله اوتوماتيك. حلو، امور جينا شري. ايه بس انا طلعتي 500 ورقه بس، هذا اذا ما عجبك البيت، وباخذ اجره شهر اذا صار نصيب، وان شاء الله بيصير نصيب. يا سيدي مو مشكله، خذ قد ما بدك. يلا خذ معك مفاتيح بشقه ثانيه، بركي ما عجبتنا هي. يا سيدي ما راح اخذ معي غير مفاتيح الشقه هي، لانه اذا ما عجبتها إيه ما في شيء راح يعجبك. استبينا زدت لشوف. زدت وهي الفرص. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 14 تسعة 10. حاسس حالي عم بلعب مع خطيبتي. روحوا تعلموا بقى، تركنا نعلم لحضرتك. ايه أبو العوامر اللي بشوف، امتى راجع لبيروت؟ خلاص ما عاد بدي ارجع، قاعد لكم هون. ايه ها لك يا رجال، مين قلنا هنيك؟ والله يا عامر انت شيخ الشباب. ايه خيو، ابو فاروق مستلم مشروع كتير كبير، قصدي بدك تنزل معي على الشغل ولا في براسك شي تاني؟ لا سيدي، هلا جابالي روق لي شي كم يوم، بدي اعمل سياحه. يا سلام، سياحه لعيونك ابو العمر، وهي احلى كاسه شاي لاحلى شباب. طمني يا عمور، كيف كانت الورشه معك؟ الورشه منيحه، بس انا باخر فتره تركت الورشه. ايه ولوين رحت؟ اشتغلت بالمينا، اشتغلت مع مخلص جمركي. بس شو الشغل؟ ايه شلون يعني؟ اشتغلت لي جمعة زمان. بس شو؟ رجال جني. لك صار يطلب مني طلبات وهيك دبرها بمعرفتي. مرة اعطاني علبة صغيرة، قال لي خدها طلعها برات المينا وحطها بسيارتي. اخذت العلبة انا، طلعتها برات المينا وحطيتها بسيارته. اعطاني 200 دولار. لك ايه؟ وما سألته ليش؟ لك رجال زهراوي، رجال زهراوي. بتعرف شو قال لي؟ شو؟ قال ما دامني عم ارزق رازق معي. لك يا اخي، ايه؟ شكيت انا. اول يوم شرحه، ثاني يوم شرحه، ثالث يوم شرحه، لك لعب الفار بعبي. لحالي لا سمح الله لا يكون فيها مخدرات، شي شغلة باطلة. زير شو طلعت بالاخير؟ شو طلعت؟ حبوب فياجرا. حطاني 1000 دولار. تعال ابو سعيد، ابو سعيد تعال اشرب لك كاسه شاي. تعال تخلص بيدي ولك كتروك من ايدك وتعال. يلا جاي. اهلا ابو العمر. لك هلا 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 هلا. لك هلا احلى ابن عم والله. لك شلونك؟ لك مشتاق كثير. شلونك خطرنا على بالك؟ وين الغيبه؟ والله تعرف وين كنت. انت شو اخبارك؟ عود عود. الله يتم عليك. شو مره ثانيه سمعنا؟ لك خليها ربك يا مواطن. امتى جيت؟ ما صار لي يومين، نزلت لعندك على موقف المكاري ما لقيتك. وين مختفي؟ خليها يا ربك، والله عطلان الميكرو. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك يا عم. يخرجك. اللي بده يتجوز على اختي بده يصير فيه اكثر من هيك. اسكت يا رجال، والله مخروب بيتي على جوازي. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. المهم انت كيفك؟ كيف شغلك؟ شو جاي اجازه؟ لا عمي خلاص رجعت، تاري الشغل ببيروت مو مسحب نوم. هلا انت شو عم تعمل؟ اذا ما عندك شيء طلع نتغدى سوا. ابن العم عاوزك بشغلي اخي، بشغلتي. امور ابو العوامر، بدي اياك تستاجر لي سياره باسمك. ليش؟ تعلمت سواقه؟ ايه طبعا تعلمت. والشغله الثانيه اللي بدي اياها منك، بدي شهاده سواقه. يعني بدك تسوق بلا شهاده؟ هلا انت نزل لي اسمك على عقد الايجار وانت ما دخلك. بركي عملت حادث. خلاص ما انا اسمي نازل على العقد، انت شو دخلك؟ ما خلص دوامكم هلا؟ قوم نروح نتغدى. ماشي، بس بالاول بدي مر على مصلح لانه لازم شق على الميكرو. طيب ماشي، انا مستنيك برا. يلا. لك موفق، خود هالكيس وصله لاهله لابو الخير عن طريق عامر. شو في هذا الكيس؟ شو بيعرفني؟ شوية اغراض. لك معقولة هلا انت ما بتعرف شو في هذا الكيس؟ شو وين سيارتك؟ شايفك جاي مشي. يا سيدي حطيناها بالكراج. الله يرحمك يا ابي، ما ورتني غير هالسيارة.
ما قلت لي ابو الخير الله يوجه له الخير الهي لما كان جابر هون الله يرحمه ما كان يتعذب وينه؟ لك جابر الله يرحمه ابو الخير عم يلقط رزقه والله يعين عباد. وين عم بيشتغل هالايام؟ شو بيعرفني، مره بيشتغل مع مدري اي مرشح للبرلمان، مره بيشتغل بالمينا، مره بيشتغل مدري وين ما بعرف والله. لك ليكون عم يشتغل مع حد اللي كان يشتغل عنده عامر مينا تبع الفياغرا. بس على علمي عامر ما ترك الورشه. امبلا تركها وبلش يشتغل بالفياغرا ولمن له قرشين حلوين وليكو قاعد بالشام مريش وسيدي عم يفكر يشتري سياره يشغلها على الخط بس مسكين ما معه شهاده عمومي. لحظه ان شاء الله ان شاء الله ما يكون له اجور يا رب. هات هدي سيدي هات. الله معك انت قاعد بالبيت ماشي معناتها بحكي معك اليوم المساء. اوكي سلامات باي باي. يسلم يعطيك العافيه. لو سمحت بس جيب لنا اثنين وجيب الحساب معه. مهم يا سيدي هاي هي قصتي. موتور الميكرو بده تنزيل واختك حرذانه وهنادي قاعده بالبيت وقطوع قلبه ومرعوبه من جوزها الاولاني وانا حاسس انه هالقصه ما راح تنتهى الا بجريمه. أنا بيني وبينك عم كبر عقلي ولا إذا بجد الجد أنت بتعرفني ولك عامل. والحل؟ ليك هشام مشان المصاري ما يكون لك فكرة، قد ما بدك في مصاري أخي مشان الميكرو أنا بصلح لك يا وحساب لك بشتري لك واحد جديد مروق. وهذا الرجال جوزها الأولاني لمرتك شف لنا إياه إذا بياخد له قرشين ثلاثة وبيحلي أنا جاهز. شوفوا انت يا خيو ساومو اخي هذا قصته مو القصة. شو قصته لك اخي؟ حاببها وجانن فيها. خلصنا طيب طلقها ورجع له اياها. حرام يا هشام حرام عليك. انا في شغلي بدي اياك ما تبدلي فيها. قلت نسوان عليك ولك هشام قلت نسوان عليك. ما انت طول عمرك نسوانجي. لك انت المشكله مالك متجوز وما بتعرف شو معنى ان الواحد يحب وحده ويتجوزها. يمكن معك حق. ما أنا لما رجعت أول مرة من بيروت شفت غادة عم تتجوز غصب عنها رح بنجلط. مو هيك أنا موضوعي غير موضوعك. أنا هاي مرتي يعني عرضي ومضطر إني أحميها. خلصنا لفة. وهي الملحوشة ببيت أهلها وبنتك. لك أنا والله ما بدي أحكي هالحكي مشان ما تقول إنه أختي. بس هناء وبنتك ما لون عرضك يعني؟ لك طبعا عرضي. ليش انا بلا قصر؟ انت بتعرفني ولك عامر شبه. طيب هدول يا اخي هدول بيناتهم. بعدين فهمني شو اللي جابك على هالشكيلات؟ ما نحن طول عمرنا ناس مستورين. هلا بتقلي اني بحب النسوان ترجع بتقلي شو جابني للمشاكل؟ يا اخي انت فعلا ميؤوس منك. مسيك خود هدول صلح فيهم الميكرو وقد ما نقصك بعوضك. ليش انت قديش معك مصاري؟ شو صار لي عم بحكي معك من الصبح؟ ليش عم قلك طلقها للمخلوقة؟ هشام مشان اللي خلقك طلع من المشاكل وخلينا نفكر بالشغل. أخي يا شغل يا مشاكل اختار. بس أنت عن جد قديش معك مصاري؟ هشام يا حبيبي يا صهري أنا لجأت لك لأني بحبك وبعتمد عليك أكتر واحد. الله يخليك خلينا نطلع من المشاكل ونفكر لنا بشي مشروع محرز يجيب لنا مصاري إلي وإلك. لا تسألني قديش معك مصاري. أخي معي كتير معي كتير كتير. إيمان هدول خليهم معك هلا. خلينا نفكر شلون بدنا نستأجر سيارة ونطلع شهادة. خود مسيك يا أخي مسيك. شو بدنا نشتغل؟ أصلاً نحن شو بنعرف نشتغل؟
دير بالك، انتبه انتبه على السيارة، طلع لقدامك. ليه؟ اخي انا حتى بالسواقة بصراحة ما مشي الحال معي. تعرف لك عامر؟ سواقتك لسه ما خرج. اخي بصراحة انا مالي عارفان شو بدنا نشتغل. انا بدي اياك تفضلك شوي لنقعد نفكر لنا سوا بشي مشروع محريز. بعدين وينه هذا صاحبك؟ جوزة لمرتك؟ شو كان اسمه؟ كندا. وين بيلتقى؟ بدي شوفه، بدي احكي لي معه كلمتين. اخي شو بدك فيه؟ لا تقعد تنبلى فيه ولا ينبلى فيه. لا لك هشام، شو مفتكرني ماني قد؟ اذا مثل سواقتك قد وقدود. اخي شو بدك فيه؟ هذا واحد مشراني ما بيجي الا بالعصاية. حاجتك يا اي ليكني انا بزماناتي لما طحشت على اهلها لغادة. شو طلع منا؟ انا اكلت هوا والبنت تجوزت. بعدك بتحبها لك عامر؟ ولك اخ اخ والله حرقت لي قلبي من جوا لك ابو العيش. بحبها لك ما بحبها؟ والله بايدك غادة بتنحب. وعدت منك ايوه. هي مو لي، ممكن لك. يعني الي رسالة. شو كاتبة فيها؟ رهب. حبيبي وأمنيتي، هذه الرسالة المئة، المئتين، لا أدري. مذ رجعت إلى بيت أهلي بعد الطلاق، وأنا أكتب إليك كل يوم أكثر من رسالة وأمزقها. شوقي يتحول إلى كلمات وورق وحبر، هذا هو الشيء الوحيد الذي أقدر عليه. أكتب إليك عن العذاب والمرارة التي ذقتها في بيت زوجي. أكتب إليك ويوما ما سوف تعرف كم كنت أحبك وأتمناك، ولكنك بعيد بعيد، ولا أدري إذا كان القدر يسمح لك بقراءة كلماتي. إنها ليست كالكلمات العادية، إنها قطرات من دمي وأشواقي إليك. ارجع ارجع أيها الحبيب. أهلين أبو الخير. شلونك؟ الحمد لله. لك شو شغلت لي بالي؟ قال نزلت على المينا وسألت عني اليوم. عود ارتاح بالأول وخذ لك نفس أرجيلة. هيو؟ إيه؟ الحكي بدي حاكيك يا جد. عامر اشتغل شي بالبور؟ لا، لا نزل على البور ولا نزل على المينا. بعدين شو بده ياخذوا لهني؟ هلا أنت متأكد إنه ما اشتغل بالبور؟ لسه بيقول لي متأكد. حبيبي لا راح على بور ولا على مينا، وبعدين مين لك الحكي؟ عامر من وقت اللي إجا بالشام قعد بالورشة وما تحرك. طيب شو رأيك باللي بدليك على مطرح المصريات؟ كبر عقلك يا حسين. جابر الله يرحمه ما ترك فرنك لا لإلك ولا لإلي. والمعنى؟ المعنى أنا مالي علاقة بهيك سيرة. اوعى تعرفني رجال بحالي، شقية بلقوة رزقتي بحالي وعلى ألم المالي. هل أنت بتعرف قديش هن المصاري؟ 300 ألف دولار، هذا الحكي سمعته منك. لك لهلك أبو الخير، أنا بدقلي على كلام هذا منك؟ ما أنا التاني شقية وعلى باب الله. المهم لوين بدك توصي؟ أيوه
إذا الحكي مزبوط بنقسم المبلغ على ثلاثة. حلو، ومين الثلاثة؟ أنا وأنت وعامر، كل واحد 100,000 دولار. هلأ جد أنت عم تحكي ولا عم تنكر؟ لك حبيبي ما بدنا نلاقي المصاري بالأول. طيب شو رأيك إنه عندي معلومات ويمكن تكون مزبوطة؟ لك أنا معلومات وما معلومات يا رجل. جابر الله يرحمه، والسر ما عاد يطلع إلا بإذن من رب العالمين. شو رأيك إنه المصاري صاروا بالشام خيو؟ بالشام بالشام؟ إيه بالشام بالشام. اليوم إجا موفق وقلت له خود هدول الأغراض وصلوا لأبو الخير. قام قال لي شبك سكتت؟ ليش ما تكمل؟ من شو خايف؟ ومن شو لخاف؟ خيو إذا طلع الكلام مزبوط بنقسم على ثلاثة، يا أما بفضح كل شيء للشرطة أنا. لا حبيبي طالما جبت سيرة الشرطة أنا ما دخلني، قوم امشيها. لك أخي روق وخليني فاهمها. شرطة وافهم عليك، ما بدي افهم شيء عيني، أنا الشرطة كلها كرهتها من وراء أبو شكيب وأبو نجيب، لا تجيب لي سيرتها. لك أنا بس عم فهمك، لأني حسب ما فهمت صاحبك عامر لا اشتغل بالبور ولا حتى قرب عليه. إيه وين النهفة؟ وين السر بقى؟ سألتني وين السر؟ يا سيدي صاحبك عامر مريش بالشام، قال شو كان يشتغل بتقريب الفياجرا. إيه أنا بذات نفسي رحت على المينا ودقدست وبحبشت عنه، ما له لا ريحة ولا خبر هنيك. ما قلت لك أنا من الأساس إنه الصبي لا نزل على مينا ولا نزل على بور، الله وكيلك ما تحرك من الورشة من وقت اللي إجا على بيروت. إذا منين مريش صاحبك عامر؟ قال شو كان بده يشتري سيارة على الخط لو معه شهادة. إيه شو إيه؟ حسب ما فهمت إنه السيارة حقها من فوق 1,000,000 ليرة. مظبوط بتسواها 1,000,000 وأكثر. إذا لك ليكون هذا صاحبك موفق سمعان بالغلطة. بجوز، بس احنا شو بنخسر اذا عملنا لنا طلع على الشام ودقدسنا على الامور؟ ايه مو غلط، بننزل على الشام وبدي الحق البوم لشوف لوين بده يوصلنا. اسمعوا يا ابوك على ابو كل شيء في مصالح بالدنيا، نلا من بيتي نلا. والله عم تقسى على هالصبي يا ابو منصور. الله يقسى عليه اذا كنت عم تقسى عليه. بعيوني عامر ما في منه، بس انت ما بعرف شلون صاير طبعك. وبنخلصنا بقى خلصنا. هذا ولد فلتان يضرب هو والمصاري تبعه يلي الله اعلم منين جايبها ولا كيف محوشها. يلي طول بالك مشان صحتك يا امير. نقول لامك الحكي. لسه عامر منيح وعامر ما في منه. ايه طبعا ما في منه. نسخة فريدة بقلة الادب. اسمع ما بقى تفتحي لي سيرة هالولد منه. أنا مالي رضيان علي، أنت حبيبي تشبعي، تصطفلي منك إله، بس لا تطلبي من نوب إن يكون رضيان علي طول ما هو بأكثر وكان، فهمت ولا لا؟ ويلك؟ بعدين ما بدي أشوفها بهبيتي هيك؟ أنت شو صار معك بموضوع الخطة تبعك؟ الجماعة عم يستنونا يا أبي. عملت موعد معهم، خبرني. على كل حال انا وصفت لها شويه ادويه ان شاء الله بترتاح عليها. شكرا دكتور. دكتور شو عم وجعك؟ شو حاسة؟ شايف حالك أحسن؟ الدكتور عم يقول إنه شغلتك بسيطة كتير وكتب لي على شوية أدوية رح جيب لك إياهم. جيب لك معي شي من السوق.
إذا بدك شيء قلي. طب يلا ارتاحي، رح اجيب الأدوية واجي. شو لوين يا؟ هذا أنت؟ مسيك مسيك، اذبحني اذبحني وخليني ارتاح. لك يلا شو عم تستناها؟ يلا انت ما بدك تكف بلاك عني، ما بدك تكف بلاك عني. شو هالبلاء يا ابن الوقت؟ ما بدي روح، ولك روح على جنب. شو دخلني وقتك تروح؟ شو كان عم يعمل عنكم الدكتور؟ ضربها مع مريضه؟ لك ضربني ضربني. كنت شو لك علاقه؟ شو لك علاقه؟ شو لك علاقه؟ شو لك علاقه؟ يكون دافع عن حالك، 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 بدك تطلعها يعني بدك تطلعها. شبك منصور؟ مفشي مانك على بعضك؟ عندي شوية مشاكل. خير شو في؟ قلي بركي بقدر ساعدك. أنا أمور خاصة فيني. خاصة؟ يعني أنا صرت غريبة؟ قلت لك أمور خاصة يا أختي. طيب بس ما تعصب مشان الله. شو بساوي لك يعني؟
بتمنى يا منصور يكون موقفك مني مو مثل موقف ابوك. ابي بيخاف عليك وبيخاف علي وبيخاف علينا كلياتنا. ابوك قضى عمره كله خوف بخوف. حيط الحيط ويا ربي الستره. يا ربي الستره ايه، بس خايف لا. تعرف ليش؟ لانه طول عمره عايش شريف. يعني انا المالي شريف. هاي المصاري اللي عم تعزقها بالطول وبالعرض هي اللي خلت ابوك يشك فيك. ليك منصور، انا بدي اياك تفهم شيء واحد بس وتصدقني مره واحده، انا ماني حرامي. اصبح مهرب يا اخي. ولا مهرب، لك منين جاي هالمصاري؟ فهمني منصور، انا فعلا معي مصاري كتير، بس انا ما سرقت حدا، ومستعد اقسم بالله على هالشيء. يا اخي انا لا سرقت حدا ولا اعتديت على حدا ولا ضحكت على حدا. انا فجاه اجاني مبلغ من غامض علم ربك. شو بساوي؟ شو بساوي؟ برميه بالبحر؟ هي تمثيلية للأطفال. ليش عم تتمسخر؟ ما عم تمسخر. فيك تفهمني كيف هيك من غامض علمه؟ ليك منصور، المصاري كيف اجتني ما رح أقلك، بس بدي اياك تعرف شغلي واحدة بس، أخوك عامر رجال وشريف. آخ والله ما عاد فهمان شي ولا عرفان شي من شي. منصور، أنا ماني حرامي، صدقني. شو سمعت انك رح تخطو؟ ان شاء الله. مسك هدول لك خلص. ما بقدر اخذ منك شيء، ما بعرف ابوك شو بيساوي. لك يا اخي مين رح بيخبره؟ يا عامر انا ما بقدر. بصندوق كثير اخي كثير. لا لا مو كثير، حطه بشيك ثاني. يسلموا ضياط. الله يسلمك. شو اخبار عادل؟ وهداك الثاني من وقت اللي سافر لهلأ مباعت غير رسالة واحدة. هداك الثاني الله يسامحك، معك عنوانه؟ شو بدك بعنوانه؟ شلون شو بدي بعنوانه؟ فجأة الصبي احتاج له كم ليرة. الصبي؟ بتعرف لك منصور، من طول عمري بحس انه عادل هو الصغير. هو ضعيف ما؟ ولك ضعيف ضعيف ايه. تتذكر لما عملوا له قتلة اخواتها لغادة؟ قسما بالله حسيت انه عم يقتلوا لي ابني الصغير. صحيح دريت انه غدا اتطلقت؟ طلقت؟